ينضم إلينا على الهاتف الدكتور محمد الصادق، أستاذ العلاقات الدولية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لحضرتك أستاذ. أهلا بك يا دكتور. دكتور محمد، يعني برأيك يعني بعد هذا الانفجار ما الذي يحدث في لبنان بعد هذا الانفجار، ما الذي تتوقع أن يكون؟ طبعا بعد التحية، هي سلسلة متواصلة من طبعا الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، لكن هذه المرة انفجار كبير. انفجار كبير لأنه اختراق أمني معلوماتي طبعا لهذه الأجهزة أو أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي تستخدمها طبعا حزب الله اللبناني. ونعتقد طبعا أن هناك مشكلة بالفعل فيما يتعلق بمسألة الاستهداف طبعا الاستخباراتي الإسرائيلي، يمكن نجح هذه المرة في يمكن الوصول إلى حوالي 300 من القائمين على حزب الله اللبناني، وتم طبعا تعرضهم لمأساة إنسانية كبيرة ومأساة أيضا أعتقد عسكرية كبيرة. لكن المشكلة هنا هي ما بعد هذه العمليات، بمعنى أن طبعا ما حدث اليوم طبعا هو مواصلة لمسألة اغتيال فؤاد شكر، مسألة أيضا اغتيال إسماعيل هنية، المسائل الخاصة بالاختراقات الأمنية. وإذا هناك مشكلة حقيقية في مسائل الاختراق الأمني، وهناك يعني ما يطلق عليه تفوق إسرائيلي في الجانب المعلوماتي. فنعتقد أن حزب الله طبعا سيدبر الرد، ربما هذا الرد يكون بإطلاق بعض الصواريخ أيضا على شمال إسرائيل وما إلى ذلك كما اعتدنا خلال الفترات الماضية، وبالتالي توسيعة نطاق الحرب. أعتقد أن إسرائيل للأسف طبعا مصرة على التوسعة وتمدد في الإقليم، سواء من خلال الجنوب اللبناني، سواء أيضا من خلال ما يطلق عليه العمليات العسكرية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان. وبالتالي فأنا أعتقد أن إسرائيل تسعى لمناكفة حزب الله لإطالة أمد الحرب. هي أفلست في غزة من الناحية العسكرية، لم يعد لديها أي جديد تقوم به في قطاع غزة، دمرته بالكامل، لم تستطع حتى الآن القضاء على حماس بالكلية كما يقال، لكنها طبعا ربما انتقلت إلى صفحة جديدة كما يقال من خلال حزب الله، من خلال أيضا مناكفة حزب الله معلوماتيا واستخباراتيا، من خلال أيضا التوجه إلى الضفة الغربية. وبالتالي كلها أمور أنا أعتقد أن تبنى على استخدامها من قبل القائمين على السياسة في إسرائيل من أجل مواصلة الحرب، من أجل أن ألا تتوقف الحرب، من أجل أيضا أن يكون هناك نوع من الحراك العسكري داخل الكيان الإسرائيلي، من أجل أن يكون هناك إطالة لأمد الحرب، دون أن يكون هناك طبعا أي حراك سياسي أو أي حتى قابلية لمسألة الحل المستدام السياسي داخل طبعا الأراضي الفلسطينية وإمداداتها سواء جنوب لبنان أو شمال إسرائيل. نعم دكتور محمد، يعني جاءنا أيضا منذ قليل أن في خبر عاجل أن هذه الأجهزة الخاصة بالأعضاء اللي كانوا حاملينها في من حزب الله، هذه الأجهزة من أحدث الأجهزة اللي من الممكن تكون يعني نسخة حديثة من أجهزة البيجر، وأن حاملي هذه الأجهزة البطاريات الخاصة بالأجهزة شعروا بسخونة فبدأوا يرموا هذه الأجهزة بعد هذا الانفجار. طبعا المشكله كما اشرت لحضرتك هي مشكله اختراق معلوماتي واختراق امني. والمشكله هنا ان هذه الاختراقات طبعا ليست بالمره الاولى، ولا ننسى ان اسرائيل متقدمه في الجانب التكنولوجي والجانب التقني. وبالتالي فانا اعتقد ان لو دمجنا المسالتين، مساله التقدم التكنولوجي وكذلك مساله الاختراقات الامنيه، واعتقد ان الاختراقات الامنيه هناك فيها ايضا عامل بشري. وبالتالي فانا اعتقد ان المشكله حتى ان حزب الله خلال الفتره الاخيره كان انتقل من مساله الغاء الاتصالات اللاسلكية من خلال أجهزة الهاتف المحمول إلى العودة إلى الطرق التقليدية، سواء البجر أو سواء حتى المراسلة من خلال الرسائل التي يتم تسليمها باليد. فأنا أعتقد أن المشكلة هنا أن حزب الله بالفعل كان يعود إلى الطرق البدائية حتى لا يخترق، لكن أنا أعتقد أن المشكلة كما أشرت هي في الاختراق. هناك اختراق بشري وهناك اختراق أيضا تقني، لكن المشكلة هنا كما أشرت أن رد الفعل من قبل حزب الله. هل حزب الله سيقوم كالعادة بإطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، أم أن هذه المرة سيكون مختلفا، خاصة أن إسرائيل تقول بأنها أجهضت عملية لمحاولة اغتيال وزير سابق لدى الحكومة الإسرائيلية من قبل حزب الله. فنعتقد أن كل هذه الأمور تشير إلى إطالة أمد الحرب. كما أشرت لحضرتك، إسرائيل أنهت عمليتها بصورة كلية في قطاع غزة، لم يعد لديها جديد، وبالتالي تنتقل إلى بقعة أخرى لمواصلة عملياتها العسكرية. وطبعا الصمت الأمريكي للأسف هو الذي يدفعها لمزيد من هذا التوسع في العمليات العسكرية، خاصة طبعا
ان الجانب المصري نادى مرارا وتكرارا بضروره وقف هذه العمليات العسكريه والعوده الى حل مستدام سياسي من خلال ضرورة أن يكون هناك حل سياسي بعيدا عن استخدام الآلة العسكرية، لكن إسرائيل مصرة، وبالتالي فأنا أعتقد أن سيكون هناك امتدادات إقليمية ورد فعل سواء من قبل حزب الله سواء من قبل أيضا الأزرع الخاصة بحزب الله. لا ننسى أن كان هناك منذ يومين صاروخ سقط في تل أبيب من قبل الحوثيين، وبالتالي كل هذه الأمور تشير إلى أن إسرائيل هي التي تقوم باستفزاز الأطراف الأخرى لحتى وبالفعل أستاذ محمد دكتور محمد يعني القناة الثانية 11 الإسرائيلية ذكرت منذ قليل أن مستشار بارز لنتنياهو ألمح أن إسرائيل هي من تقف وراء هذا الانفجار. بالتأكيد طبعا، لأن يعني إذا يعني إن لم تكن إسرائيل فمن كما يقال يعني، فنعتقد طبعا أن إسرائيل هي التي تقوم بمثل هذه العمليات، خاصة أنها ليست بالجديد، بمعنى أن كان هناك أيضا يمكن عمليات اختراق معلوماتي طبعا أدت إلى اغتيال فؤاد شكري، كان قبلها أيضا أو بعدها اختراق معلوماتي أدت إلى اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران في إيران. فنعتقد أن كل هذه الأمور طبعا من الممكن أن تعاد صياغتها مرة أخرى من قبل القائمين سواء حزب الله اللبناني، لابد ان يعيد ترتيب اوراق مره اخرى، هناك اختراقات بشريه قبل ان تكون هناك اختراقات امنيه، لابد ان يعيد تنظيم صفوفه ويعلم جيدا من الموالي ومن المحابي كما يقال. نعم دكتور محمد صادق استاذ العلاقات الدوليه ومدير مركز العربي للدراسات السياسيه، شكرا جزيلا لحضرتك.